وسط حضور معتبر لأنصار الكحلة إلى ملعب 8 ماي 45، أجرت تشكيلة وفاق سطيف أول مباراة ودية جمعتها بدفاع تاجنانت، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بهدف دون رد. حمل توقيع توفيق زرارة بمخالفة مباشرة في الدقيقة 64 من زمن المباراة. وما ميز المقابلة الودية التي طبقها الطاقم الفني للوفاق هو إعفاء المدرب خير الدين مضوي كل المصابين من المشاركة في المباراة، إلى درجة وصل فيها عدد الغائبين إلى 7 عناصر أساسية. كما تميز اللقاء بحضور الوجه الجديد في صفوف الوفاق الإفريقي داغولو. الوفاق الذي سيلتقي بعد أيام من الآن نظيره الأهلي الليبي بالأراضي المصرية يكف جاهدا من أجل تحسين لياقته والتحضير بشكل جيد لموعد رابطة أبطال إفريقيا ولقاء الجولة 4.